قضى 3 أطفال وأصيب آخران بسقوط سياج لأحد البيوت المتهالكة في حي النور بناحية الفضلية في محافظة ذي قار، حيث مثل سقوط هذا الجدار فاجعة إنسانية لهذه العائلات الفقيرة. سمعنا ربدة قوية صارت بالبيت، طلعت ركض ما لحقت، جواري القبال فزعوا، جوارينا فزعوا، بين ما وصلت الجهال كلها جو الانقاض صايرة، كلها جو البلوك. زين بين ما طلعناهم لحقنا علي، لحقنا علي، وين ما لحقنا علي توفى، ظلنا بالمستشفى. اول ما توفى عندنا جهال 2 بنات اللي هي بنتي وبنت عديلي، ورا ساعة وساعتين ساعة ونص توفى ابن الثاني الكبير، وهسه حاليا ابن عديلي الصغير بالانعاش. الصغير ما رايح، وراحوا بس بنيته طيبه وجود وليد، فقاعدين جوا السياج، هم في السياج طايع عليهم، ما اعرف السياج طايع عليهم فجاه، بس هو بالتصوير بالكاميرات السياج طايح فجاه يعني، بس هو السياج تعبان منتهي كل شيء ماكو يعني، شوف انت حايط، بس هو من جوا تقول يعني عود واقف يعني، كله ماكول يعني، من توقف بالشارع انت تشوف ذيش الجهه مات البيت. وجهاء المنطقة تحدثوا عن واقع إنساني وخدمي مزر في المنطقة. احنا الوضع اللي صار حالة يعني حالة مأساوية يرثى لها، لأن بالنسبة لذوي المتوفين اللي هم كانت حالتهم تعبانة وساكنين ببيت يعني بيت ظاهر يعني حالته تعبانة، ف يعني احنا نشوف الوضع هذا المأساوي مش على كل الناس اللي حالتهم تعبانة اللي ذوي الدخل المحدود. بيوت حي النور المتهالكة لا تختلف في شيء عن بيت هذه العائلة التي فجعت بأطفالها، ما ينذر بتكرار هذه المأساة الإنسانية.